أهلا بكم مجددا. مواصفات وخصائص القمر الصناعي الجزائري الكومسات 1. إن القمر الصناعي الجزائري الكومسات 1 هو أول قمر صناعي جزائري الصنع 100% مخصصاً للاتصالات، أطلقته الوكالة الفضائية الجزائرية من الصين في يوم 10 ديسمبر من سنة 2017 لتوفير خدمة الاتصالات والأنترنت وبث القنوات الإذاعية والتلفزيونية بدقة عالية وتنويع مداخيل الوكالة، بعد إنشاء فرع تجاري لتسويق منتجات الأقمار الصناعية الخمسة التي تسيرها الوكالة في نهاية سنة 2017، وهي المخصصة لنقل صور متوسطة وعالية الدقة لحماية البيئة ومختلف النظم الأيكولوجية الطبيعية، كما أن عمليات الاستغلال والتحكم في القمر الاصطناعي يضيف البيان سيتكفل بها مهندس الوكالة الفضائية الجزائرية انطلاقا من مركز جزائري بمدينة بوغازور وبوشاوي بالجزائر العاصمة لاستغلال أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وذلك ابتداء من انفصال القمر الاصطناعي عن صاروخ الإطلاق إلى غاية وضعه في موقعه المداري الثابت بالنسبة للأرض، حيث سيعملون على تشغيل ورصد ومراقبة مختلف الأنظمة الفرعية للقمر الصناعي وملحقاته من هوائيات وألواح شمسية وعاكسات وغيرها. أطلقت الوكالة الفضائية الجزائرية أول قمر صناعي جزائري مخصص للاتصالات الكومسات 1 من دولة الصين يوم 10 ديسمبر 2017. خصائص القمر الصناعي الكومسات 1: الارتفاع عن الأرض 36 ألف كيلومتر. لقد فاق ارتفاع القمر الجزائري الكومسات 1 ارتفاع العديد من الأقمار الصناعية لبعض الدول مثل الأقمار الصناعية بدر والنيل والقطري سهيل والإماراتي والمغربي وحتى الجنوب إفريقي. ومن خصائص هذا القمر الصناعي أنه قمر صناعي 100% جزائري الصنع بعلماء جزائريين في الداخل والخارج، وخاصة علماء جزائريين من أصالة. ويستطيع القمر الصناعي الكومسات 1 بث 350 قناة تلفزيونية بتقنية الـ HD و 3D و 100% بتقنية 4K أو 4K و 1000 قناة بتقنية الـ SD مع الإذاعات، وتوجد فيه تطبيقات للأمور العسكرية مثل مضادات التجسس وتأمين الاتصالات بالتشفير 100% جزائرية التحكم، مع العمل عند تعطيل تقنية GPS الأمريكية ومراقبة الحدود والمركبات والطائرات. إن مدار هذا القمر هو 24.8، يغطي شمال إفريقيا والساحل الإفريقي وجنوب أوروبا مثل إسبانيا والبرتغال وفرنسا وإيطاليا. والمميز في هذا القمر الصناعي أن قوة النت وسرعتها فيه تقدر بعشرين ميغا في الجزائر واثنين ميغا لدول الساحل والمغرب العربي. يتموقع هذا القمر الصناعي في 24.8 غربا، ويبلغ وزنه 5.2 طنة، وسيستخدم لمدة تصل إلى 15 سنة بنجاعة عالية. بإمكانه نقل البيانات الرقمية والبث الإذاعي التلفزيوني والأنترنت ذات التدفق العالي، وبه 33 مراسلاً نشطاً. هناك 254 مهندساً وتقنياً تابعين للوكالة موزعين بولايتي وهران التي تحتضن مركز تطوير الأقمار الاصطناعي، وولاية ورقلة التي تحتضن محطة الاستقبال والتحكم. إذا وصلت إلى نهاية هذا الفيديو فنحن نشكر، أمتعنا بلايك واترك لنا تعليقا، وشكرا لكم للمشاهدة.